السلام عليكم. توفى الممثل والمخرج فهمي الخولي يوم الجمعة. الممثل والمخرج فهمي الخولي هو من مواليد 13 يوليو 1941، وتوفى في 29 يناير عام 2021. هو مخرج مسرح مصري، اتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1971 بمرتبة الشرف، وقدم أكثر من 100 عمل مسرحي في مسارح الدولة ومسرح التلفزيون المصري والمسرح العمالي ومسارح في القطاع الخاص. ولد 13 يوليو 41 وتوفى 29 يناير 21 عن عمر يناهز 79 عاماً. المدرسة الأم بتاعته كانت المعهد العالي للفنون المسرحية عام 71. مهنته الأساسية مخرج مسرحي، اتوظف في المعهد العالي للفنون المسرحية وكمان في جامعة الإسكندرية وكمان في جامعة حلوان وجامعة القاهرة، وتوفى حديثا. أثر إن هو تردد الفترة اللي فاتت كذا مرة، أثر وعكة صحية يقال ان هي كانت مشاكل في الكلى، وتوفى مؤخرا. الفترة دي يعني توفى كتير جدا من الناس المشاهير، كتير من الممثلين، ربنا يرحمهم جميعا ويرحم جميع موتى المسلمين، ربنا يرحمهم جميعا، وندعو لهم بالرحمة والمغفرة ان شاء الله.